آلية عاصفة الحزم التي قادتها الرياض ضد المتمردين الحوثيين في اليمن لتعيد مصر إلى دورها المتسق مع السياسات العربية تجاه القضايا التي تواجههم. شملت جولة أسيس الخليجية في ذلك الوقت الإمارات والكويت اللتين قدمتا بدورهما إلى جانب السعودية دعما ماديا كبيرا لمصر بعد 30 من يونيو. ثم جاءت زيارة أسيس للأردن وبعدها المشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منتصف مايو الماضي. وفي مسار عربي آخر، استضافت القاهرة اجتماع المعارضة السورية للتوافق على حل بين الأطراف المختلفة في الأزمة. كما بدأت مصر في التحرك تجاه السودان، فكانت الزيارات المتبادلة وافتتاح المعابر البرية بين البلدين التي نشطت حركة التجارة على الجانبين. لذلك لم يكن غريبا مشاركة السيسي في حفل تنصيب الرئيس السوداني لولاية جديدة. شوط كبير قطعه السيسي في مجال تحسين العلاقات المصرية العربية في عام مضى، لكن لا يزال هناك العديد من الأشواط بحسب المراقبين يجب عليه قطعها لتعود مصر إلى محيطها العربي بقوة كما كانت من قبل. عبد الباسط يونس، النهار اليوم. مصر في محيطها العربي زي ما تابعنا هذا التقرير. طبعا هنتابع على مدى اليوم تقارير متخصصة من خلال هذه التغطية، مرة بتتكلم على العلاقات المصرية العربية، مرة بتتكلم على العلاقات المصرية الأوروبية الأمريكية الأجنبية، المشهد الاقتصادي الاجتماعي، المشهد الصحي. على مدى اليوم هنبدأ بمجموعة تقارير أعدناها، تم إعدادها عن طريق طبعا زملائنا من المحررين بشكل متقن وطبعا بشكل مسبق قبل ما نعرضها. عايزين نتكلم على موضوع العلاقات العربية دكتور مروان، وجزء طبعا يمكن لا يمكن ده محتاج ساعات، لكن بشكل أو بآخر أنت رحت للنائب الرئيسي فيها شبه كده عدم اتفاق جزائر ليبيا والأمور واللغط اللي موقفها 25 يناير والإخوان الأردن السودان مشاكل اللي كانت الشلاتين وحلايب. هي على فكرة مش حلايب وشلاتين، يعني الشلاتين قبل حلايب، فالمفترض تبقى الشلاتين والحلايب. المهم هل وضعنا أساس لأساس ومعيار وحدود وصور لعلاقاتنا العربية؟ ربما يمكن في الملف ده أنا هحط نفسي من الناس اللي عندها علامات استفهام كبيرة في هذه الملفات. أنا مع التوجه نحو الخليج كأمن قومي، لابد من تشكيل تحالف جديد بالمنطقة ويكون له تأثير دولي، ولكن هل هذا التحالف هيكون تحالف موقف بموقف هنتعامل مع المعطيات واحد بواحد؟ لا، أنا من أنصار إن كان لابد من بداية هذا الأمر توحيد الرؤية السياسية الأول حول التوجهات الرئيسية في المنطقة وحول الأزمات الرئيسية. يعني أنا عاوز أول حاجة مصر السعودية الإمارات الكويت تبدأ، والجزائر أتمنى ذلك، تبدأ تفكر وتوحد رؤيتها حول قضايا سوريا. احنا بنتكلم ماذا عن الحل في سوريا؟ ما ينفعش نبقى احنا في سوريا، يعني الموضوع السؤال الأصعب الأصعب والموضوع الاختلاف فيه ظاهر جدا بين مصر والسعودية ويعني بعض ودول الخليج. وانا اردت ابدأ بسوريا لان زي ما سيادتك قلت انا متفق معك ان هو دايما السؤال الاصعب. ليه؟ لان الى هذه اللحظة انا برا تصريحات مصرية خارج شوية، يعني مش حاطة سوريا في بؤرة الاهتمام، انما نعلم تماما انها نقطة اهتمام رئيسية. ربما الحل اللي يراه معظم المحللين والسياسيين والقصص دي ان احنا هناك تغيير اكيد قادم لبشار الاسد، ولكن محافظة على بناء الدولة السورية. ربما بنلاقي تصريحات الخليجية من وجه اخر، لا وجود للتفاوض بوجود بشار او حزب البعث او. يمكن الملف ده محتاج حقا، يعني احنا حتى الصمت لن يجدي مع الوقت، لازم نقعد مع السعودية نوصل لحل نهائي. موضوع العراق ماذا بعد التقسيم؟ يعني انه الحل ملف مثلا، يعني الملف السوري عشان نقفله يكون داخل الغرف بالظبط كده، قبل ما نقول في الشارع ونقول جيش عربي موحد والكلام ده، حتى يبقى في جدوى ان هذا الجيش العربي مستمر الى الابد. عندنا الحل في ليبيا، احنا في ليبيا ناس بتتعامل انها النقطه الخارج البصر انها حاجه مش مهمه، انما مهمه بالغه الاهميه لمصر لانها قومي. فجر ليبيا عاوزين نعمل معاهم ايه؟ دول رافضين سلطه منتخبه، رافضين وفي ناس بتقول لك يخشوا التفاوض بالسلاح. في تونس بتعملهم كانهم هم الحاكمين في ليبيا. عندنا موضوع برضو اخر بقى مهم، التجمع اليمني للاصلاح اللي هو الاخوان المسلمين باليمن. ماذا بعد؟ احنا بنتكلم في يمن تقسيم ولا بنتكلم في يمن موحده؟ وما هو دور التجمع اليمني للاصلاح اللي احنا كنا من 5 سنين كان متهم ان هو مع ايران ودلوقتي متهم ان هو مع داعش؟ يعني الوضع ده لازم الاسئله دي تجاوب. العراق ماذا بعد؟ ده سؤال مهم جدا. طيب الامور دي ساهمت
في خليني واحد لو 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 مكان واحد بيشوفنا دلوقتي هيقول نظرة التهديد المؤامرة هل ده بتعلي من شعبية رئيس؟ هي المؤامرة موجودة عشان بس نبقى في ناس مشكلة السياسة الدولية بتدار من عمليات مؤامرات صغيرة بغض النظر شريرة ولا مش شريرة، يعني بتعمل خطة معينة وبتحاول تعمل تغطية إعلامية على هذه الخطة، ربما الناس اللي مش قادرة تفهم الخطة ما تقولش انها مش موجودة، وارد ان انا مش قادر استوعب مشهد معين، ده شيء طبيعي، انما ما انكرش عدم اقول ما فيش مؤامرة ما فيش كذا، لا المؤامرة متواجدة، والمؤامرة ليس هي بالنسبة لأمريكا مثلا مش مؤامرة، هي الحلم، يعني هو الهدف العام للولايات المتحدة الأمريكية بناء العالم الواحد والحكومة الواحدة حول العالم وتقسيمه عدة دولات، ودخلت أوروبا قسمت على فكرة، الناس اللي بتقول لك ما حصلش تقسيمات قبل كده، تقسمت عرقيا في أوروبا يعني روسيا عاوزين نتذكر، الصين الدور عليها بعد الشرق الأوسط عاوزين على الصين والهند والحتة دي، ان في وجود مؤامره في وجود مؤامره، سيادة الرئيس خلفيه ايه مخابراتيه، فربما ادى كمان الناس نرجع برضو لسنة عن الرئيس ادى الناس الطمانينه ان هذه المؤامره من بره ومنتهى الامان، حضرتك كنت في المانيا الناس بتتكلم على وقائع لم تحدث وبترتب احداث ترتيب زمني خاطئ وبيصدروا لشعبهم على انه الحقيقه، يعني انت مهما قلت كمصر انت بتصدر معلومه خاطئه وانت ذلك، فوجود المؤامره الكبيره دي اي نعم زي هذا الحرب بيرفع شعبيه اي رئيس، اي شعب بيستشعر الخطر لابد بيلتف حوالين القياده حتى لو مش عاجباه بيلتف حوالين هذه القياده، وده التصرف الطبيعي والصح، يعني ده الطبيعي في اي شعب في العالم، ده الطبيعي والصح مش حاجه غريبه على مصر يعني. كان عندي سؤال بس حضرتك في وسط الكلام كده قلت لي يا دكتور ان حضرتك في اطار الممارسات المهنيه لحضرتك وضع استراتيجيات الحملات الانتخابيه، يعني قمت بوضع استراتيجيات حملات انتخابيه، في العاده احنا يعني في الحمله بتاعت الرئيس في الامر ده برضه في العاده دايما بنقول ايه؟ بنقول احنا كمواطنين بنقول ايه؟ ده قال قبل ما يبقى وبعدين، يعني هي دي النقطه بنقول دايما، هل تم الوفاء باغلب الامور؟ ما اقدرش اقول انه الساحر عمل كل شيء، يعني باغلب الامور اللي تم الوعد بيها او الوعود بيها للمواطنين. اقول لحضرتك حاجه، هو تم الالتزام باغلب الامور التي تم وعد بها المصريين، ولكن هناك بعض الملفات اللي ربما بقول لك بصراحه ملف التعليم ده السؤال الاصعب اللي انا سالته ده اصلاحه السؤال الاصعب بالظبط، احنا ما عملناش الشغل اللي انا كان نفسنا فيه مع ملف الصحه، ما سمعناش عن مشروع التامين الصحي ابعاده عامله زي هذه اللحظه خالص، البيئه العشوائيات، عارف مواقع التواصل دلوقتي الاجتماعي مشغوله بايه؟ مشغوله بزياره مهندس ابراهيم محلب لمعهد القلب، ده هو اقول لحضرتك مشغوله بالزياره دي والدموع اللي نزلت، ان لما شاف الامر على الواقع الناس بتعاني ازاي كمثال معهد القلب. انا اقول لحضرتك حاجه في الموضوع ده وخلينا نبقى صراحه مع نفسنا ومع الناس، احنا عندنا في توجهين، في توجه الاولاني ان انا باخد الاقي مشكله لابد تضميد الجراح الاول كويس، التوجه الثاني ان انا احل المشكله من الجذور بحيث لا تتكرر، احنا في ملفات اتحلت من الجذور كويس، بدات تتحل من الجذور زي الطرق، عندك الكهرباء بتتحل، قناه السويس ده مشروع من كامل طلع، انما في بعض الملفات بمنتهى الامانه هو سياده الرئيس ما اداناش وعود ضخمه بس وعد باصلاحها تماما، زي من نفرض زي ما بنقول التعليم والصحه عندنا الى هذه اللحظه بمنتهى الامانه انا ارى تضميد جيد للجراح، السيد ابراهيم احنا بيعمل شغل، الوزراء بيعملوا شغل بيتحركوا، انما لم ارى استراتيجيه ان انا عاوز اغير نظام التعليم، نظام التعليم ده مهما ضمدت جراحه هو الى الهويه، انا حضرتك عاوز اشوف انت هتعمل ايه، عاوزين نشوف وزاره الاسكان بتتكلمنا والعشوائيات وايا كانت الوزاره الى هذه اللحظه الكلام على العشوائيات ليس الا الشعارات اللي بتكتب على العشوائيات على الانترنت بقالها 50 سنه، انا مش لاقي انا هطلع منها ازاي، هتطلعوا لنا من المشكلتين دول ازاي، التامين الصحي الى هذه اللحظه انا برضو بتمنى السنه القادمه يكون نقعد مع حضرتك ونتكلم ان انجازات الرئيس في هذا الامر وضحت لنا ايه الرؤيه، انا عندي سؤال سهل قوي، هل تامين صحي اجتماعي ولا تجاري؟ احنا رايحين فين؟ هل هيبقى كلنا نتعالج ببلاش ولا هيبقى في فئات حسب المرتبات وحسب التامين اللي بتدفعه زي الولايات المتحده الامريكيه تاخد جوده خدمه وليست جوده علاج؟ احنا الامور دي احنا اقول لحضرتك حاجه، الملفات دي لابد بقى هي ملفات السنه الثانيه، ان هي الحاجات دي اللي هتحسس الناس ان انا عملت السنه الاولى بتاعت العصب الرئيسي او الدعائم الترابيزه مثلا اللي انا هقوم عليها مصر دي والقواعد بتاعتها بنيتها سليم، فقدرت اعمل ملفات الصحه والتعليم دي بشكل جيد والعشوائيات السنه الثانيه. فخلينا نقول في انجازات موجوده وانجازات وعمل كويك سكسس او النجاح السريع اللي هو كان لازم يعمله عمله بشكل جيد، في مفاجآت عملها للشعب المصري كثيره، ولكن مصر كان ملف مثقل بهموم سنوات طويله ما نغصوش على نفسنا، والبس لازم نفتح الجراح كلها
ما ينفعش افتح شغل على سيره بقى جبت سيره التعليم يا دكتور، بس نقول بس العاجل موجود على الشاشه بنذكر بيه الناس، اصابه مدرس في انفجار عبوه ناسفه في حافله استهدفت يعني استهداف الحافله المدرسيه بالشيخ زويد بشمال سيناء. على سيره بس بخاطر لو حاجه مؤسفه يستهدفوا يعني اتوبيسات مدرسه دلوقتي وقت امتحانات الثانويه العامه، الالم والاسى ان ازاي في ناس بتفكر هذه الافكار المتطرفه والدمويه، ولازال للاسف في بعض الناس بيعتقد ان هذا جزء ديني. يعني بمناسبه الجزء الديني والملف الديني، الاصلاح الخطاب الديني ده جزء مهم جدا خطير، لان ترك الامور بهذا الشكل احنا بدات بمنتهى يعني انا تكلمت مع مره حصل لي لقاء مع الشيخ اسامه الازهري مره في احد اللقاء انا ابتدينا نستشعر الحفاظ على الازهر اهم دلوقتي من الحفاظ على الدين الاسلامي. يا جماعه لا، نفتح الملفات نتكلم على تنقيه الخطاب وليس تحديث الخطاب، هناك فرق شاسع بين الاثنين. السيد الرئيس طلب بتنقيه، احنا ما نقوم بالان تحديث كنوع من الترويج بشكل افضل للخطاب الديني. فده احد الملفات اللي احنا برضو عندنا عمل استفهام فيها. في نقطه كنت بتكلم بيها مع احد الكتاب الكبار يعني على موضوع الخطاب الديني ده، فقال لي ما هو انت لما تجيب كتاب وتغير فيه انت كده بتحرف في الكتاب. لا ما اقول لحضرتك انا عايز بقى نناقش النقطه دي. نناقش النقطه دي. احنا ما بنتكلمش ان نزور التاريخ، مش هنقول مثلا فلان قال مثلا من 1000 سنه حاجه نقول لا هو ما قالش الكلام ده، ولكن نريد المؤسسه الدينيه بتاعتنا هتبدا تواجهنا في اتجاهين. ان انا اول حاجه تسمح ان انا حتى لو كانت حاجه متفق عليها في الماضي تسمح ان انا اقول انها غير مناسبه لهذا العصر، فربما نغير كحكما يعني فيها عن الراي القديم تماشيا مع صحيح الدين والاصول وكلام زي كده. فاحنا يا جماعه الكلام ده مش هيتعمل، الكلام ده خلاص بقى وصف ان هو ليس لهذا العصر. احنا لو احنا قررنا وفتحنا الاجتهاد والتجديد وان الازهر يصدر ما هو ربما قد يخالف ما تم الاتفاق عليه زمان، انا كده تم تنقيه الخطاب الديني. انا مش هازور التاريخ واقول فلان ما قالش الكلام ده، ربما حاجه تانية من التنقيه اوصف هذه الامور وصفا دقيقا انها غير موضوعيه. في بعض الحاجات اتقالت انت لا تقبلها العقل ولا الدين وضد القران الكريم نفسه وحاجات رئيسيه. انت اوصف ان الكلام ده ان هو كلام ده حتى احنا هنا بنضعف هذا الكلام. هذه هي التنقيه. التحديث ان انا ما اجيبش سيرته واقول الكلام الكويس بشكل لطيف اكتر فتبدا الناس تحب الدين اكتر. الناس المصري شعب متدين، يعني دي منتهى الامانه، حتى لو عملوا استطلاعات راي في اي حته هلاقوا ان الدين من الاولويات. وده عنده اخلاق، عنده اخلاق. اي نعم الاخلاق بتبوظ شويه كتير بس الاصل موجود. النقطه اللي عايز اتكلم فيها كمان يا فندم في خلال طبعا من الصعب جدا الحديث في يوم كامل سواء من طوله 24 ساعة عن 365 يوم في السنة، ولكن وقت ما كانوا الإخوان موجودين الشعبية لما انخفضت والشعب لما صار في 30 يونيو كان من فوق لتحت يعني من النخب وقعدوا الشعب. اللي حصل مع رئيس سيسي انه الشعب اللي تحت بعيد عن النخب، النخب اللي بتكلم عليهم كتاب مثقفين وزراء نجوم مجتمع الى اخره، دول بيسموا النخب في اي مجتمع، ان الشعب هنا اللي هو المتدني او البعيد عن النخب هو اللي عدا النخب، يعني عداهم انه لا السيسي وعلى من شعبيته. فسر ده بايه؟ اقول لحضرتك حاجه، التعامل مع الشعب المصري العكس تماما ما بين مرسي ورئيس السيسي. اول حاجه رئيس السيسي كلمك على الوحده وكلنا واحد صف، الكلام اللي قلناه في اول الحلقه. مرسي اول ما جه عمل ايه؟ قال لك احنا وهم، بعد شويه طلعت الناس اللي معاه الناس المتدينين والمسلمين والغير المسلمين، فقعد يقطع 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 في الشعب المصري، مما ادى في الاخر ان مجموعه مؤيدينه بعد ما كانت لنفرض 51% تحولت مثلا ل 10-15، وبعد ما رفعوا الالي وضربوا النار في رابعه بقت 5، وتحول ان هم لا زالوا هم التنظيم الدولي واتباعه والكلام ده، ومقابل الشعب المصري بالكامل. النخب المصريه للاسف انا يمكن وانا كتبتها كتير يعني انا عندي ازمه نفسيه مع النخبه المصريه. النخبه المصريه مش عاوز تاخد دورها حتى لو دفعت ليه دفعا، يعني اقول لحضرتك حاجه، النخبه المصريه بتدفع دفعا لاحتلال دورها وتقديم خدمه للمجتمع بقيادته وتنويره واصلاحه وارشاده يوميا في كل القنوات المصريه. الى هذه اللحظه لا زالت النخبه المصريه منتظره رد فعل الشارع حتى تتحرك وراء الشارع. النخبه المصريه الى هذه اللحظه لم تقدم حلول فعلية
في اي شيء، وبالاخص الاحزاب السياسيه بمنتهى الامانه. الاحزاب السياسيه بتقدم يا اما بيان تاييد يا بيان ملاحظات. انا عاوز حزب ذو مشروع، يعني سياده الرئيس يوم ما انا مصر تبقى قويه امتى؟ اما السيد الرئيس عنده مشروع ورؤيته، وفي عندي مشروع تاني لنفرض موازي في نفس الرؤيه الوطنيه، ربما عنده ملاحظات على المشروع الاول، وعندنا مجموعه نخبه عن تملك من الثقافه والجرأه والحرفيه انها توصل معلومه للناس. انما الانعزال الحالي، ربما انا من الناس اللي بدات تبقى مرتبكه شويه، انا مش عاوز تبقى انا كنت كل واحد يعني لوحده. كنا عملنا اجراء حوار مع السيد وزير الصناعه والتجاره منير فخري عبد النور، وطبعا على زياره المانيا ونتائج المانيا والحاله الاقتصاديه اللي فيها البلد، وطبعا لتاريخ منير فخري عبد النور السياسي طبعا الوفد وغيره، طبعا في حزب الوفد والمجلس الشعب في 2000 وغيره. سألته سؤال مباشر جدا، ايه مشكلة النخب او الاحزاب في مصر؟ قال لي كل الاحزاب نصا بما فيهم انا هو لازم نمسح باستيكا او نمسح السبورة ونبدأ من اول وجديد ونبعد ونسيب بقى الاجيال القادمة. هل ده متاح؟ هل ده ممكن يتم على يد الرئيس السيسي وجوه جديدة برلمانية، وجوه جديدة في الاحزاب، وجوه جديدة للحياة السياسية المصرية؟ اقول لك حاجة، يمكن انا كان ليا الشرف ان انا حضرت لقاء الاحزاب لما كان سيادة الرئيس مرشح. قال جملة مهمة أو قال للأحزاب لما لقى نفس المجموعة اللي على الصفوف الأمنية، قال لهم يا جماعة احنا عندنا في الجيش أما الصفوف بتقف كتير يبدأ الناس اللي ورا يقولوا ايه هو الصف ده مش بيمشي، مش هنطلع قدام شوية ولا ايه؟ كانت رسالة واضحة ان يا جماعة سيبوا الصفوف تتحرك حتى تفرز مصر حتى أفكار جديدة، بلاش بني آدمين جداد، تفرز فكر جديد للدولة. ولكن ما حدث بعد هذا الأمر، تشبث الجميع بجميع الاماكن، انا ماسك هنا لنفرض رئيس حزب كذا، لن اترك هذا المنصب ولو حصل على رقبتي ايه، ليه؟ عشان اشارك في جزء من السلطه بعد كده. فحصل انسداد في الحياه السياسيه، مفيش حد طالع. نيجي نبص بقى لمظاهر هذا الامر البالغ السوء، تيجي على القايمه، كل مصر بتتكلم على القايمه، مين بيتكلم على الفردي في مصر؟ ولا حزب بيتكلم على الفردي. 440 الى الان 445 و46 كرسي فردي، محدش بيتكلم على التحالف على الفردي. كل الناس بتتكلم على تحالف على القايمه. طب ليه بنتحالف على القايمه؟ مش دي قايمه يا جماعه فئات، مالها ومال السياسيين؟ لا، عشان نعرف نفضي اماكن داخلها للقيادات الحزبيه اللي هي لو نزلت تسقط بالثلث، فانا عاوز انقذهم داخل هذه القائمه. مصر مش معركتها مش 120 بني ادم في قائمه، معركتها 440 واحد في البرلمان، عاوزين نشوف شكلهم ايه. صحيح. اين تحالفاتكم عليهم؟ يعني انا يا سيدي خشوا كلكم بالتعيين، حتى ما عندناش مشكله، بس ننسق مع بعضنا عشان ما نجيش نشوف نتائج مؤسفه في الانتخابات، نلاقي ان بقى احزاب الدينيه المتطرفه تماما، اللي هو حتى من يدعي ان هو ما بيحبش الارهاب هو مقتنع بيه بس لا يمارسه، الاحزاب الدينيه اللي لازالت متواجده، الاقي ان انا بعد كده بدل ما انا كنت متوقع مثلا من سنه كنت بقول 30 الى 40، دلوقتي بقول لك 40 الى 50 كرسي ربما يكونوا موجودين. في هذه الغيبوبه ما تقدرش تقول انك نخبه، ان انت شايف الوضع. مصر مشكلتها قوائم عشان تنقذ بعض الافراد اللي انت معتقد ان هم اصلح الناس، رغم ان هم جربناهم مليون سنه وما جابوش اي نتيجه. صحيح. بس هندعي ان هم اصلح الناس. سيب معركتك الوطنيه احزاب مصر اللي هي الفردي، دي معركتك الوطنيه الحقيقيه 446 كرسي، هذه هي المعركه الوطنيه. صح. خليني بس يا دكتور مروان استاذنك، معانا زميلنا يسري محمد من شمال سيناء يقول لنا اخر الاخبار عن الاعتداء اللي تم في الشيخ زايد. يسري صباح الخير، تفاصيل عن الاعتداء اللي تم على الشيخ زويد على احد الحافلات اللي تتبع احد المدارس. صباح الخير ايمن. يعني هو لم يكن اعتداء ولكن هو انفجار لعبوه ناسفه زرعها عدد من المسلحين في منطقه العبيدات، وهي تقع جنوب مدينه الشيخ زويد، لاستهداف رطل من الاليات العسكريه التي كانت تقوم بعمليات تمشيط بالمنطقه. وعند تفجير هذه العبوة يعني تصادف وجود أحد الحافلات التي كانت تقل عدد من المدرسين في المنطقة، مما تسبب في تهشم الزجاج الخارجي للحافلة، وأيضا يعني إصابة اثنين من المدرسين، لكن إصابتهم تعتبر خفيفة إلى حد كبير، وهي عبارة عن جروح نتيجة تطاير الزجاج بسبب قوة التفجير. أيضا التفجير لم يؤدي إلى وقوع أي إصابات بين أفراد الجيش أو إصابة أي آلية من آليات الجيش. طيب يسري بشكرك جزيلا على هذه المعلومات وهذا التوضيح. كما استمعنا وقال مراسلنا مراسل نهار اليوم من مدن القناة، تفجير عبوة أثناء سير إحدى الحافلات
المدرسية. بالشيخ زويد طبعا نعلم أنه هناك امتحانات للثانوية العامة، وبالطبع نتمنى طبعا الشفاء العاجل وطرحهم على من فقد أرواحهم في هذا اليوم. بعود إليك يا دكتور مروان، كنا بنتكلم بس على نقطة، احنا برضو يعني كشعب مصري مع الرئيس السيسي في اليوم ده بنقول وهو قال بالأمس كان يفتحه أثناء إحدى المشروعات القومية أو مشروعات تنموية، قال أنا مستعد للمحاسبة، ودي نقطة مهمة جدا، إزاي توصل للرسالة دي للمصريين؟ سيادة الرئيس مستعد للمحاسبة، ونعلم النظام الديمقراطي المصري في محاسبة شاملة كل 4 سنوات من خلال إعادة انتخاب الرئيس مرة لدورة أخرى. سيادة الرئيس برضو بيقول لك أنا مستعد للمحاسبة، لأن ما إلى هذه اللحظة ربنا وفقه أن كل ما قالوا أو 90-80% من ما قالوا تودع عالية جدا وربما بمعدلات عالية جدا. سيادة الرئيس برضو يعني أنا مما أستشعره المفاجآت السارة اللي هتكون في افتتاح قناة السويس، يكون في مشروعين 3 قوميين كبار جدا هيكون فيهم مفاجآت سارة جدا. ولكن احنا بقى اللي يهمنا السؤال ايه بعد السنة الأولى حققنا جبنا أول جون في المباراة طلعنا 1-0 كمصري، يعني ما يهمني بقى انما يجيش الجون التاني ممكن يجيب فيها جونين وثلاثة واربعة، ازاي اقدر اوقف الكلام ده؟ لازم يكون في آليات الرقابة والمحاسبة تفعل. احنا السنة الأولى نعلم ان الأمن القومي كان فيه مشكلة لوجود برلمان وكان فيه مشاكل متعددة دولية، نتمنى تفعيل الأجهزة الرقابية الحقيقية لها مجلس الشعب والمحليات، لأن احنا غصب عننا من الحفاظ على النجاح لازم ان انت يكون عندك الآليات لمحاسبة الفاسدين، وآليات ان لو حصل أي تشتيت عن الهدف نقدر نرجعه تاني. فأنا هذه الآليات لابد من توفيرها، وما تم من الوزارات ربما من أحد الملاحظات كان طلع لنا فكره كده عظيمه او بسيطه جدا، يقول لك ايه احنا هنعمل وحده زي مجلس الشعب كله كل جوه كل وزاره عشان ما تيجي تشتكي الوزاره تشتكي للمجموعه دي. يعني الجو ده مش جو الدول العظيمه، الدول العظيمه مؤسساتها عظيمه، رئيس عظيم، مؤسسه رئاسه عظيمه، وانا بشدد لابد من وجود مؤسسه رئاسه. قصه ان الرئيس يبقى سنجل دي او قاعد سولو لا، عاوز له، انا عاوز رئيس يعني مؤسسه لي تستمر بعملها التقني والفني والامني بيتابعوا بالظبط ملفات بقى لجنه كذا ولجنه كذا تتولى التوجه الاستراتيجي، لان عاوزين نقرا الدستور، سياده الرئيس هو يملك التوجه الاستراتيجي، انما التكتيكات اليوميه دي هتبقى وزاره جايه من برلمان يعني بيلقي بظلاله عليها، فلابد يكون عنده مؤسسه. انا عاوز برضو برلمان محترف عشان انا عاوز دوله عظيمه بقى، لو انا عاوز دوله عظيمه عاوز بعد كده القضاء برضو يبقى قضاء قوي وفعال وسريع وفي تغيير في القوانين بتاعته، عاوز جيش طبعا لازم يعني انا مع الاستثمار في الجيش بشكل بالغ بعد ما شايفين الحرب في كل مكان. يعني الناس كانت بتقول لك الجيش لا نقلل الميزانيه والكلام المضحك اللي سمعناه من بدايه والكلام الفارغ ده، لا طبعا في التوقيت ده في كل حته في التوقيت ده في التوقيت ده يا فندم. النقطه مهمه جدا، نقطه ودي أكد عليها أكتر من مرة، ولا لا يخلو كلمة لرئيس السيسي سواء مع الشعب مع الجمهور مع في لقاء صحفي مع استقبل ضيف أو ذهب إلى بلد إلا وكلامه على الجيش المصري. يعني دايما كل مرة حتى لو راح أكتر من مكان في نفس اليوم برضو لازم يتكلم على الجيش. لا نكاد نقول إحنا في 365 يوم سمعنا 300 منهم الجيش، 300 كلمة عن الجيش المصري. أقول لحضرتك حاجة، ما يعني عاوزين نفتكر فترة ما كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع وقائد القوات المسلحة. حضرتك التطور اللي حصل في الجيش المصري لمواجهة ما حدث في ثورة يناير وما بعدها والأحداث الإرهابية اللي حصلت والتعامل داخليا وخارجيا، أمر يعني زي ما نقول نرفع قبعات لهذا الجيش. ذكر الجيش المصري ليه؟ لان احنا كنا في لحظه هو ما كانش بيقول كلام في المطلق، على فكره كلامه كان واضح، قال لك هنوصل للاقتتال الاهلي. ما هو الاقتتال الاهلي؟ ان يرفع الفصائل السياسيه او ذو الانتماء الايديولوجي السلاح على بعض، يعني ما فيش دوله انا برفع سلاح عشان اخد حقي ومجنب الدوله قصاد اخرين. الجيش المصري عمل دور بالغ الاهميه ان هو اللي نزل، وده حقيقي حتى في لما تيجي تحسبه سياسيا هو ما بيقولش كلام عاطفي بيقول كلام علمي، خد المواجهه وابتدى هو اللي يواجه هذه المجموعات بالسلاح. اللحظات دي لا ننسى للجيش المصري ان هو نعلم ان في ربما في ناس كان لسه مختلط عليها الامر ان يمكن يكون مرسي، طب ايا كان بدا ايه بقى؟ بدا الدوله المصريه وهي اللي بتحتوينا كلنا، الدوله المصريه دي اللي من غيرها مفيش بقى ولا تقول لي ده تيار سياسي ولا تقول ديمقراطيه ولا مشروعات ولا اي حاجه. اللحظه دي كانت مهمه جدا. لحظه تانية للجيش المصري بالغه الاهميه، المشروعات اللي هي ذات الخطوره الف
قام بها الجيش المصري حتى لو بإدارتها عشان يضمن انها ماشيه في وقتها بتتصرف عليها فلوس الصح بتحقق النتائج. قناة السويس، طرق برضو بيشرف عليها بشكل كبير، الاسكان بالظبط. بس ده يجيب لنا سؤال بقى يا فندم مهم قوي، بالظبط فين الدخل، فين القطاع المدني بتاعنا؟ لماذا الشعب المصري لازال راكن على جيشه وعلى مؤسساته؟ لازم الشعب المصري يركن على جيشه، بس لازم هو يشتغل برضه، لان الجيش المصري هيعمل لك ايه ولا ايه؟ الراجل بيحارب وبيبني طرق وبيحفر قناة السويس وبيوفر فلوس وبيخترع مشروعات، لابد المؤسسات المدنية تقوم بدورها، لابد الشركات المدنية تقوم بدورها. انا مش عاجبني جو اللي ابتدى يمر عند الناس يقولك ايه عن مرتبين، مرتب ايه يا عم، النتائج بتحقق ايه، بتاع يرجع فلوسك مصر، اشتغل في مصر، استثمر في مصر. ما جيش في لحظه من اللحظات الاقي ان المشروعات الكبرى بتتعمل وبتفتتح وراس المال المصري اللي هو من قام طلعت حرب بنفتخر بيه نلاقيه ان هو قاعد مرتاب ويقول لك اصل انا مش هخش السوق دلوقتي، استنى مش عارف ايه. حاجه تانية، رؤوس الاموال المصريه انا عاوز اسالهم سؤال على الوسط السياسي، الحزب الوطني كان ليه رجال اعمال بتدعمه، الاخوان المسلمين ليها رجال اعمال بتدعمها، السلفيين عندهم رجال اعمال بتدعمهم، التيارات المدنيه في مصر منها ربنا، ما فيش الفصيل المالي او الاقتصادي الداعم، واي عمل سياسي ثلاث اضلاع، رساله، المرشح والاهداف والكلام زي كده، التنظيم، خبراته التنظيميه السياسيه والمال. يعني مش حاجه عيب المال ده، ان انت لازم مجموعه رجال الاعمال المصريه اللي انت عاجبك توجهات مصر عاوز تحافظ على الشكل ده لابد يكون لك دور سياسي واجتماعي. بتعمل دور اجتماعي، بتعمل 57 3 57، بتتبرع في رمضان، بتجيب شو ايا كان، لابد يكون لك دور زي اي دوله قويه. هذه رؤوس الاموال دي تاعي ان استقرار النظام السياسي وجودته في صالحها عشان يطلع قوانين جيده انا اكسب اكتر واكتر، لازم يكون لهم دور. فزي ما اتكلمنا عن الجيش واثره في التنميه، رجال الاعمال المصريين ربما يعني انا اتمنى يكون المساهمه اكبر من ذلك في عمليه البناء، ويبداوا يوحدوا نفسهم على اشكال عده، لان انا ممكن شركات عظمى تيجي لبعض المشروعات نلاقي شركات مصريه منافسه. احنا كان عندنا زمان المقاولين العرب ولا زالت موجوده، عاوزين وعندنا ما شاء الله في شركات تانية كتير خاصه ابتدت تاخد ادوار كبيره، عاوزين كتير من دول، لان الحلم كبير يسحق بدل الشركه مليون، ده كفايه العاصمه الجديده. صحيح صحيح صحيح. فاتمنى منهم يشتغلوا على الجانب والجانب، بس انا مش عايز ابدا يعني عايز اتكلم على الجيش شويه، عايز اتكلم على الجيش لانه نقطه جذب استثمارات لمصر، والنقطه دي قالها الرئيس السيسي برضو لما تحدث الجاليه، ويمكن لانه ما كانش مذيع الحوار، ف قال انه حتى كتير من المستثمرين روحوا لمصر، فلما يجي يكلموا حوالين مصر العالم العربي كله في قلق، دول الجوار ليبيا وسوريا يقول لهم جيشه قوي، بالظبط يقولوا جيشه قوي هيحافظ على الاستقرار. والجيش في مصر له علاقه خاصه جدا مع زي ما بيقول مع الشعب. حلو يا حاج، الجزء الاول جيشه قوي دي رساله مهمه جدا، جيشه قوي يعني الدوله باقيه، ما تخافش مهما حصل هزات مصر كمصر كدوله ومؤسسات مستمره، لان الجيش قوي هيقف يسندها، فروح استثمر في مصر مش هتنهار الانهيار اللي انت شفته في سوريا واللي شفته في العراق والحاجات دي. العلاقه الخاصه مع الجيش والشعب المصري علاقه يعني انا اراها من قديم الازل، من حيث التكوين وبعد كده الحروب اللي خضناها والمعارك، وحتى من اول 48 لما بدا الجيش المصري يرسل لفلسطين يحاول يحرر فلسطين. الجيش ده جزء من الشعب، يعني محدش حاسس ان الجيش دي زي مثلا باكستان اللي هو الجيش ومجموعته وعائلاته والكلام ده عايشين في حتت لوحدهم وبياخدوا مرتبات شبه زي بعض، وزي ما تقولكم مجتمع داخل المجتمع. الجيش المصري جزء من المجتمع، يعني ضابط الجيش المصري هو في مستوى اجتماعي متوسط زي كل الناس، عايش مع جارك، ساكن تحتيك، مش عايش مثلا في كومباوند محمي من الارهابيين او ما شابه. فاحنا عايزين الجيش ده بتاعنا، فان احنا نوقع الجيش بعيد عن ذهن المصريين، ربما الخونه بس اللي شايفين ان الجيش ده عدو، انما الشعب المصري انا ما ينفعش عادي ابن خالتي وابن عمتي، حتى لو في فترات كنا بنلوم ان كان المفروض يبقى اداء افضل، كلنا في حاجات بنعملها بشكل اجود من حاجات، الصح ان انا احسن، ما انا طبيعي لازم اعمل حاجه غلط كويس، بس يعني ان انا ابقى انسان محترف وعارف اتجاه ايه، ان انا اصلح الغلط لو انا انسان ناجح. فما تم من الجيش المصري عاوزين نفتكر، نفكر الناس والله يعني نفس الجيش يعمل التطوير اللي حصل في 3 4 سنين، حاجه جميله السلاح اللي اتعمل في 3 4 سنين، نوعيه السلاح الناس بتقول لك لازم ايه، طبعا دي امور من الصعب الاعلان عنها الا فيما نظر، يعني اللي بنعرفه بنعرف بعد ما الصفقه تمت والحاجات جايه، بس مثلا الرافال مثلا عايز يقول لك ازاي تعمل كده، احنا اول مره يبقى عندنا طيارات تمشي المسافات الكبيره دي،
احنا كان ممنوع علينا من ايام كامب ديفيد ان انا ما ينفعش املك سلاح ربما هاجم بيه. انا مصر دلوقتي بقت تستطيع تامين اراضيها بشكل جيد، بل بالعكس تستطيع امتداد امنيا لتامين حدودها بشكل اوسع من اي وقت مضى. عندنا اللي ما نسمعه من تسريبات حتى على السلاح الروسي اللي ربما نشتريه، عن الميج الجديده اللي هنجيبها، كل هذه الامور، كل ما جيشك بيبقى قوي بيبقى انت بتمشي قدام، كل ما شعبك متماسك زي ما قال الرئيس انت قادر على التنميه، كل ما تشريعاتك مناسبه، وده اللي احنا نتمناه، يعني جوده التشريعات بتسهل الحياه. طبعا الشرطه ليها جزء كبير جدا، لان صحيح. الامن الداخلي ده من غير امن داخلي انسى بقى اي حاجه من اللي بنقولها. ودي النقطه بقى اللي اشتغل عليها سياده الرئيس، وقال انا قال يعني انا اشتغلت عليها برضو في حواره مع الجاليه، وكان هو في ذهنه انه قرب 365 وبيخلص في عبال. قال اننا حاولنا من شعار الجيش والشعب ايد واحده الى الجيش والشعب والشرطه ايد واحده، حاولنا هذا الشعار، يعني اشتغل على هذا الشعار طبعا وبدون ما الشعب يحس، يعني وفي نفس الوقت يتزامن مع الخدمات ويعني وجودتها للمواطنين. لا هو الجيش خد الشرطه الا فيما نظر استثناءات، اكيد طبعا في اخطاء فرديه، ده مش اللي يقول مش موجوده يبقى بيهزر. يعني الجيش عمل ايه برضو؟ هبدأها جيش، يمكن هو جيش خد الشرطة في ايديه وراح بيها لقدام. بعد 25 يناير كانت ما فيش شرطة، عشان نبقى واضحين، كان في جيش بس. الجيش صلح نفسه ومشي، والجيش اول الجيش اللي نزل في يوم 25 يناير شكله حتى دلوقتي غير الجيش بتاع دلوقتي. تخد نفسه لقدام وخد الشرطة لقدام، الشرطة كمان كانت على جودة مناسبة انها تقربت من الناس وابتدت تحل ازماتها اللي كانت موجودة، ازمات التعامل بفوقية، ازمات حقوق الانسان اللي كانت بتتكلم، استشعرت الناس التغيير فبدأت تلتف حوالين الشرطة. إضافة لذلك الناس رأت رؤى العين، يعني إيه دولة من غير دولة أيام الإخوان. أما كانت بينزلوا بالعربيات النقل بتاعتهم تلاقي عربية مثلا ملاكي واحد جوه ماسك له قالي مستخبي وبيبص على الناس عرفت يعني إيه ميليشيا. الحاجات دي كانت بتقال بتقراها في جورنال، في ميليشيات في الحته الفلانيه، انت مش متخيل عامل ازاي في غزه في حماس في غيره. انما الناس بدات تستشعر ما هي اهميه الشرطه، والشرطه بدات تستشعر انها مش هتقدر تحافظ على الامن من غير ما الشعب يتفق معاه، ودي معادله مهمه جدا. عشان كده رجعت الشرطه في خدمه الشعب برضو، خد بالك ابتدى الشعار ده يطبق بشكل فعلي. حاجه مهمه المحاسبه، دلوقتي زمان يقول لك ايه؟ في تعدي وفي مش عارف حقوق انسان وضربوا مين ومش عارف ايه. دلوقتي قادر ترد تقول لا ده المحامي الفلاني اللي حصل له كذا، الضابط بيتحاكم، الراجل اللي قتل مش عارف ايه، القضاء، رغم ان كل الاعلام واحنا ساعتها كنا مستغربين من القتل وكنا مستبعدين حتى ان يكون خطا من الشرطه، طلع اما حققه طلع خطا من الشرطه، محدش اتكسف في وداره، راح الراجل بيتحاكم دلوقتي. الجزء ده برضو بيطمن الشعب ان حتى لو تعدى عليا واحد، مش كلنا ملايكه، واحد طلع وحش في اي مؤسسه، انا هعرف اخد حقي، ودي مهمه جدا ان انت ترسخ عند الناس ان حقك ممكن تستعيده. فالشرطه ما قامت بيه في الفتره اللي فاتت حاجه جميله جدا، صدرها المشهد الارهاب. احنا دلوقتي بقينا حاجه طبيعيه لاي مواطن مصري طبيعي بيشوف بدوريه شرطه فبيقول يا رب يحميهم، عشان بس نبقى فاهمين. كل اللي موجودين في يا رب يحميهم يا عم، يطلع لهم ارهابي ولا بتاع. الاحساس ده هو احساس زي ما تقول ايه، البواعث الدول العظيمه موجوده، بس القرار بتاعك هتعمل انت ايه بقى. انت عندك ربنا كرمك بتحب الشرطه، واقف مع الجيش، مؤسسه الرئيس عنده رؤيه اخيرا عارف رايح فين، يعني واحنا موافقين احنا مع حضرتك، بدل الناس اللي كانت بتبقى مش عارفين احنا رايحين فين. يلا بقى المعادله جاهزه، وهو ده اللي بره خد بال حضرتك برضو مهم، هم شايفك كويس ان انت في معادله سليمه. هو ايه اللي جنن تاني الصحافه الالمانيه، واللي جنن امريكا، واللي جنن اوباما، واللي جنن الناس دي؟ ايه اللي فكرهم بينا؟ ان هم ما كانوش متخيلين ان احنا نستطيع او ننجو من اللي هم بيخططوا لنا، فلقونا الله اول فخ عدوه، تاني فخ اوكي، تالت فخ يا جماعه لا ابدا ارجع لهم من ما رجعنا من الاول، ويلا حقوق انسان ويلا قضاء وهات الاخوان وهات البتاع. وهم مصرين يحطوا لك فصيل سياسي مسلح في المعادله عشان انت فاهم نتسلح كلنا بقى في يوم من الايام بالظبط، يعني ويبقى وده طالما يعني وصلنا لنقطه في الحوار ده لازم نطرح بقى ايه، نقد الذات. ده لازم الاعلام والرئيس. طيب جرت العاده انه وده من ضمن الامور اللي اتكتب عليها كتير قوي، انه جرت العاده في اي دول كل دول العالم ان يكون الرئيس اعلامه بيصدر للناس نظريات كما يقال مثلا نظريات المؤامره، التهديد، الخوف، او بيوضح انجازات او بيوضح طبعا تجاوز معوقات. لكن
في الصورة اللي احنا بنعيشها دي بنلاقي تذبذب ما بين الرئيس والإعلام. هناك في بعض الأحيان من ينتقد ومن لا ينتقد، وفي معنى كلمة الانتقاد ممكن يتخطى انتقاده، وهو أكتر من مرة رئيس سيسي كان بيتكلم وقال أنا أتقبل الانتقاد، أنا عايز انتقاد، أنا عايز تقولوا لي الانتقاد، تساعدونا لأن احنا كلنا مع بعض في مركب واحدة في الوطن ده. تحت هذا العنوان كيف كان الرئيس والإعلام خلال هذا العام الأول؟ أنا يمكن عندي نقد للجميع في هذا الأمر والتعامل مع هذا الملف، ويعني يسمح لي الشعب المصري أن أختلف معاه في هذا الأمر. الإعلام المصري رضينا أم لم نرضى أم بدور كبير قوي من أول 25 إلى هذه اللحظة، أيا كانت اللي عجبك مش عجبك، الراجل الإعلام المصري وقف جميع القضايا الوطنية معظمه بشكل جيد جدا. الإعلام المصري النهاردة بيلعب دور إيه؟ مش إعلام، بيلعب دور إعلام ومجلس الشعب، فابتدى يعبر عن الشعب ان هو كانه النائب بتاعه امام السلطه وامام الرئيس وامام الحاجات، فابتدى يلعب الدورين. فما ابتدى يلعب الدورين ابتدى يحصل له اخفاقات، وابتدى الرئيس ينتقد الاعلام. طيب احنا دلوقتي في وضع انا اتمنى من الاعلام ان هو ما دام هو ابتدى ياخد دور المحامي للشعب المصري ياخده بحرفيه اكبر، ونتمنى من سياده الرئيس برضو النظر اعمق لماذا الاعلام بهذا الشكل، يعني الاعلام بهذا الشكل لاسباب كثيره. حاجه بقى اللي هو ايه اللي هو لماذا اقول لحضرتك الشكل ايه تحول الاعلام لزعامات. انا اقول لحضرتك حاجه المقدم البرنامج بدل ما رايح بيبحث عن المعلومه الجيده وبيطرحها وبيناقشها تحول الى زعيم بمنتهى الامان، زعيم سياسي اللي هو المذيع الزعيم. المذيع الزعيم فبقى مجموعه من الزعماء السياسيين بلا احزاب، احزابهم هي اللي هو تفتح التلفزيون تلاقي كل واحد عمال بيرص بالظبط، وليه مؤيدينه يعني وليه مؤيدينه بالظبط واقف على المنبر يعني. انا هم ممكن تاخدهم الجلاله ويتخيلوا ان هذا هو النهايه، انا اتمنى ما يقعوش الفخ ده، لان ساعتها ما يبدا المؤسسات تتزن هيسقطوا في عينين الناس. بس انا عاوز انبه الرئيس لحاجه مهمه. الاعلام المصري كله احنا في عندك قنوات رئيسيه بتنقل الاخبار واحنا مصر تحتاج بقوه، انا ما شفتش لسه خطه لهذا الامر. قناه اخباريه عظيمه وليس بسيطه، حاجه زي ما احترامي القنوات الموجوده حاليا، انا عاوز حاجه زي الجزيره، تبقى زي الجزيره دي حاجه بقوه الجزيره واقوى 10 مرات، لان مصر تستطيع تواجه هذا الامر عشان تبقى مصدر الخبر موثوق منه. احنا دلوقتي بنتفرج على شويه اخبار يقول لك عاصفه ثلجيه في يوم، الناس بتبعد وتقول لك امتى الثلج هيقع، الناس خلاص غيبت من كتر الاخبار المضروبه اللي بتمرر مشاعر علامه غريبه اغرب منها. انا عاوز حاجات بقى بتاعت مؤسسات الدوله الاعلاميه تبدا تظهر عشان صح. تبدا تصنع الخبر السليم، ما نسخنش على الاعلام. اللي بيشتغلوا في القنوات دي في الجزيره وغيره مصريين يعني عندهم الحرفيه. فندم احنا قومنا كل الاعلام في الدول العربيه عندهم الحرفيه فين وزيره الاعلام الا على الاقل 50 الى 60% مصريين، 30% لبنانيين مع كامل الاحترام، والباقي بقيه الدول. ايوه بس اللبنانيين مسيطرين شويه، هم مسيطرين على المناصب الإدارية صحيح ولكن احنا مسيطرين على الجزء الفني، لأن الفراعنة ياما بنوا أهرامات وياما بنوا حاجات، فالجزء الفني الناس بيشتغلوا فيه لا يعني بالظبط لا ده عندنا مهما يقولوا، إنما يمكن الجزء بتاع الإدارة ومش عارف الدعاية هم شغالين فيه شوية. خليني أعكس السؤال ونتكلم في إطار الرئيس والإعلام، وطبعا ده مهم قوي لأنه ملف ضخم ده الإعلام هو اللي عينكم عين المشاهدين اللي بينقل لهم أخبار رئاسة وبياخد منكم أخبار ينقلها للرئاسة. هل فهم الإعلام درس رئيس طلبات رئيس خلال العام ده منه؟ ربما في بعض منهم فهم هذا الأمر، في إعلاميين كتير ابتدوا يفكروا تاني أن أنا عاوز أنقد لا خليني أنا عاوز ألعب دور مجلس الشعب نفرض أدور بقى على المشروعات الجيدة والناس الجيدة وأبدأ أظهرهم وأضغط بيهم على مؤسسات الدولة أنها تتحرك بشكل سليم. في إعلاميين اكتشفوا أن الهيصة حتى الناس مش عاوزة هيصة، يعني خلينا نبص على المشاهد المصري، هو اهم البرامج دلوقتي بقت البرامج الاجتماعيه. زمان من سنتين كان البرنامج السياسي ده هو ده الطفل ال 15 سنه لغايه الراجل ال 90 سنه بيتفرجوا على البرنامج السياسي، ما بقاش هو اللي مطلوب، لان هم ابتدوا يحسوا كمان بعرف زي ما تقول تصحيح ذاتي ان المشاهدين راحوا فين. طب انا كنت قاعد ازعق واتخانق واكسر وبتاع، كان عندي اعلانات و راحوا فين المشاهدين؟ انا برضو لازم اصلح نفسي، يعني الرئيس كان بيتكلم صح لما بيقول لك انت بتعمل مش للدرجه دي يا جماعه النقد ومش للدرجه دي التشتيت للناس. حاجه تانية احنا الاعلام برضو في كتير صلح نفسه بس في كتير لسه، في فرق ان انا اعمل حاجه تجيب نتيجه اعلانيه ليا، فرق ان انا ابدا اذيع اخبار كاذبه وابقى صحافه صفراء، في شعره فاصله ان انا احط بهارات شويه لغايه ما احط بهارات خالص فالطبخه تبوظ. احنا في كثير من الاعلاميين ابتدى يذهب ورا قضايا بمنتهى الامانه،
هي قضايا تشتيت وقضايا بالعكس بتصيبنا بالإحباط إن مجتمعاتنا بتنهار. إحنا أنا عاوق في يوم الأيام هيطلع لازم إعلان ده موجود، بس ما ينفعش البرامج الكبرى تبقى مصدرة لهذا النوع. أنا ممكن يبقى في قناة إيه برنامج إيه وارد، ما عنديش مشكلة، ده طبيعي في الإعلام الحر. ما ينفعش أنت المذيع الزعيم الضخم اللي تبدأ تمسك لي القضايا دي عشان تعلي عدد المشاهدين، غايب ناس على المعركة. أنا عندي معركة تنمية غير عادية، ما عودش أتوه في المصنع. أتكلم على خناقة وعمل خناقة دي ساعتين واليوتيوب يشتغل وكله يشتغل وراك. الكلام اللي أنت قلته على الـ على الـ على الأحزاب وممكن ينطبق على الإعلام، بأن الصف الأولاني يروح و انا صحنا في وسيله اعلاميه بس انا اقول الحقيقه، لان النهارده احنا قلنا يوم الصراحه. يوم الصراحه نعم، عندك حق 165 يوم لازم. واقول لحضرتك حاجه، المحترفين موجودين، واللي يقول لك مصر ما فيهاش ده ما اعرفش حاجه. لا، مصر مليانه كوادر محترفه في كل الامور، بس عاوز الصفوف زي ما سياده الرئيس قال للاحزاب. المفروض يقول للاعلاميين يا جماعه سيبوا الصفوف بقى تتحرك شويه لقدام. طيب، النقطة المهمة جدا اللي بتهم كل السادة المشاهدين في 365 يوم، نقطة الخدمات. الخدمات بشقيها طبعا مقسومة صحة وتعليم وحاجات وجزء كبير جدا، لكن الجزء ده هل كان من الأولى طالما نحن في يوم إلى حد ما يوم تسليط الضوء على 365 يوم، هل كان من الأولى إن أنا أبتدي بيه وأحسن منه، ولا أركز أكتر على السياسة والاقتصاد والإرهاب ومحاربته، ولا زي ما حصل أنه بشتغل في كله في نفس الوقت؟ أقول لحضرتك حاجة، ربما أنا يعني ما تيجي تكتب وتنظر لا لازم تبدأ بالأول لو بتنظر، إنما بنتكلم على أمر خاص بمصر، لا، التوجه اللي احنا عملناه الأول لازم أجيب فلوس عشان أعمل ده، لان انا ما عنديش الميزانيه اللي انا هحركها من هنا لهنا فالتعليم يبقى جميل. انا دي مش موجوده من اساسه، انا لازم اصنع وضع اقتصادي اجيب بيه فلوس اصلح الحاجات دي. اهم حاجه ان انا يبقى في بالي في الفتره دي، لان نتكلم على الاعلام بقى، الاداء الاعلام السياسي بتاعه المفروض لازم تقول لي ان انت شايف المشكله بتوفر فلوس، ومعلش السنه دي هعمل بس 10 متر، السنه الجايه هعمل 20، السنه بعدها هيكون جت فلوس هعمل لك 200 متر، بس حسسني ان انت شايفها شغال، مش ان انت مش موجود. يعني انا سمعت وزير التعليم بمنتهى الامانه كان بيتكلم كلام جميل جدا على محب الرافعي تعليم محب الرافعي، فبيتكلم كلام جميل قوي على تضميد الجراحه والثانويه العامه ومش عارف ايه، ما كلمش ولا سؤال عن تغيير المناهج، ما كلمش ولا حاجه عن المدارس الخاصه كيفيه الاصلاح التشريعي ليها، لان احنا دلوقتي بنعمل اصلاحات تشريعيه، من الوارد نعمل اصلاح تشريعي، ازاي تعمل تطوير لعمليه التعليم وليس المراقبه، اتكلم على اليات المراقبه بشكل جيد جدا، مسكنا الحراميه كلهم والوحشين كلهم وجبناهم على جنب. هعمل ازاي تعليم جيد؟ مش ان انا اشيل الوحشين بس اعمل تعليم جيد، انا اشيل الوحشين وعندي رؤيه اتحرك. انا كل اساليب المراقبه هايله، ودخل المجتمع في المراقبه، قعدت ساعتين اتفرج عليه من كام يوم. ليه بقى انت مش عاوز تقول لي هتعمل مناهج؟ ده اللي قال انا عملته معاه ولا انا لا، كان في قناه احد القنوات الاخرى. تمام. فعندنا الصحه برضو غائب، حاضر غائب في الموضوع. الكهرباء بيتعامل بشكل جيد جدا مع الامور، الصحه التموين بيحاول، يعني وزير التموين بيحاول ويغلط ويصلح وبتاع، طول ما انت شغال انا مصدقك. يعني انت بتغلط تقول انا غلطت، طب انا هصلح الموضوع ده، شيء جيد جدا. فدي الخدمات الرئيسيه. حاجه تانية، موضوع العشوائيات بمنتهى الامانه والتعليم الصناعي، دول نقطتين. أو احنا في عندنا وزاره الدكتور محمد يوسف المصدره وزاره التعليم الفني، العشوائيات بالظبط بتاع العشوائيات خطتك ايه يا فندم؟ دكتوره ليلى اسكندر. كويس. انا العشوائيات عاوزين نعرف يبداوا مثلا يدونا قصه نجاح واحده في اي عشوائيه. لا، هو في يعني شارع مصر والسودان في القاهره مثلا، وسط في الجيزه، دي مش العشوائيات، يعني الى حد اللي هي البيوت اللي كانت حواليه على قضيب القطر. يعني انا بتكلم كمثال طبعا. حلو، بس انا يعني عاوزين كونسبت برضو. انا اتمنى يكونوا اسرع من كده واقوى من كده في امور كثيره. انا عارف ان هم اشغالات وسط البلد دي جزء من العشوائيه، يعني خلينا نخش في المشكله بعمق شويه. عندنا التعليم الصناعي، التعليم الصناعي ده لابد ان هو يشتغل من دلوقتي، يتحرك بخطه، عشان اما تدعمل المشاريع دي ما لقيش عماله صينيه. يعني انا هبقى في منتهى الخطر، راجل مستثمر جاي من بره عاوز يكسب، ولا تقول لي بقى اصل مصر بيحبها ولا مش عارف، مش دعوه بالكلام ده خالص، وعاوز الدولار يرجع بيه 2. يعني على سيره التعليم الصناعي ده، كنا بنسجل مع رئيس معهد الاورام دكتور محمد لطيف، وكان قال يا ريت التعليم الصناعي يركز على انه يبقى في معاهد تمريض بدل معاهد مثلا خريجي صناعه او تجاره. البلد مش محتاجه دلوقتي، محتاجه مماردين.
الموردين دول محتاجين بياخدوا فلوس كتيره كويسه جدا وبيطلبوا في مصر وبيطلبوا حتى خارج مصر. بس اقول لحضرتك حاجه يعني مع كامل الاحترام للي بيتقال احنا عندنا طريقين. انا في عندي شويه حاجات محتاجه دلوقتي لازم المدرسه الصناعيه تشتغل عليها انما اللي جاي بعد كده انا لازم ان من دلوقتي نبدا نحصر انا مصر هتحتاج ايه. هتحتاج فنيين سفن طبعاً. هتحتاج كذا ابدا اركز على مدارس الصناعيه بتاعتي انها تطلع المنتج ده يشتغل عشان يبقى التعليم من اجل التشغيل. قدرت اوصل ان التعليم من اجل التشغيل دي انا مفيش عندي بطاله. لو وصلت للمعادله دي الناس هتسيب التعليم العالي وتروح التعليم الصناعي يقول لك ده انا هتخرج هلاقي شغلانه تاني يوم اروح متوظف وماضي عقد بكذا جودته هتخلي العقد ده برقم كبير. انا بتكلم على جوده بتكلم على كونسبت ان انت التعليم من اجل التشغيل مش التعليم ان انا اخد شهاده. ان التعليم الصناعي ده مش جاي يتعلقها في البيت ده جاي يشتغل بيها. ان انا ازاي يبقى عندي حجم المعلومات المناسب انا عاوز اعمل في خمس سنين قادمه عشان قصه التعليم التحويلي اللي كل ما اتكلم واحد يقول لك التعليم التحويلي التعليم التحويلي ده فشل ان انت فشلت فبتعالج الفشل بان انت بتغير مهنه واحد. طب انت ليه علمته المهنه دي من الاول؟ خدت بالك حضرتك ليه ما وجهتوش كدوله للتوجه الاقتصادي بتاعك بحيث تعلمه المهنه اللي هي تستفيد انت منها والدوله منها. فمحتاجه شغل وزاره التعليم الصناعي انا ربما هي لسه جديده هننتظر احنا هنعيد ونزيد في النقطه دي لانها دي 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 دي, دي بتمسنا احنا كمصريين. يعني الخدمات دي ودي احنا بنقيس بيها تقدم رئيس تحقيقه للوعود وتحقيقه للانجازات على الارض. في بعض الاحيان الناس تقول انا ايه اعمل مؤتمر اروح اسافر اروح دوله الى اخره بس زياره رئيس معين الى اخره اعمل اتفاقات تجاريه خارجيه بتنعكس بعدين. لكن موضوع الخدمات ده هو ده المباشر هو الاقتصاد المباشر المباشر اللي بيجي للمواطن بيشعر انه فعلا ارتاح نفسيا انتخب شعر بفخر وكبرياء كرامته الى اخره. فبنعيد ونمط فيه لانه اي نعم يحتاج شغل كبير جدا لكن ما تم في السابق مش هنقول بقى اصل ده 30 سنه الكلام اللي احنا قعدنا نمط منه وزهقنا منه. محدش هيسمعنا 30 سنه و40 سنه ومش بنعالج وهكذا. لا هو دلوقتي محتاج ابتكار محتاج سحر محتاج ايه محتاج ان رئيس دلوقتي كتوجيهات بعد مرور عام والشعب يجي يقول له احنا تم التكليف ننتظر التنفيذ. احنا بالنسبه للتوجهات الحاليه لابد الشعب يستشعر الفارق بعد العام الاول. استشعروا في ايه؟ استشعروا شويه في الكهرباء واحنا يعني دلوقتي احسن من دلوقتي السنه اللي فاتت. التموين برضو الفقراء استشعروا بس لديهم الكثير من الطلبات والمشاكل في منظومات التوزيع والكلام ده. الصحه انا اشفق على سياده رئيس الوزراء او وزير الصحه ان احنا الاصلاح الصحي يجي من خلال الكبسات والقفشات على المستشفيات. لازم من خلال اصلاح المنظومه لازم التحرك فورا لزياده ميزانيه الصحه لان احنا في الدستور قلنا هنزود ميزانيه الصحه والتعليم الاثنين على بعض والبحث العلمي ان هم لازم يوصلوا 10% المجموعه دي على بعض. نتمنى بقى في العام الثاني عشان نعمل الحاجات دي بجد لابد الناس اول حاجه تعمل خطه مبدعه للخروج من هذه الازمه تشرك فيها جميع امكانيات الدوله القطاع الخاص. خلينا اسالك سؤال تشركوا عشان نطلع من الازمه اللي احنا فيها. اسالك سؤال اخير في نهايه التغطيه دي والتغطيه طبعا مستمره. ماذا تريد من رئيس في العام الثاني؟ اريد من الرئيس من العام الثاني الاهتمام اكثر بالطبقات الدنيا في الخدمات والطبقات العليا في التمكين الاقتصادي حتى يستطيعوا ينافسوا الاخرين. اتمنى منه سياسيا السعي بكل قوه لانشاء برلمان قوي حتى يكون هو الفصيل المجتمعي الشعبي المنتخب اللي بيواجه برلمان المانيا والكلام اللي احنا بنشوفه ده كله يلاقي ناس اخويا تقدر تواجه الكلام ده. حاجه تانية ملف الخدمات ووزراء الخدمات يا سياده الوزراء ده انتوا الصف الاول في المعركه لان من غيركم ما فيش اصطفاف. فحضرتكم لو اشتغلنا على تضمين الجراح واللقطات الإعلامية احنا كده في خطر شديد. وسيادة الرئيس أتمنى منه زي ما قال اللي ما بيشتغلش شكرا هات واحد لغاية ما واحد يشتغل. قطب التمانت لمصر وأنا من الناس المتفائلين لناس فكر أن أنا متشائم بالعكس أنا شايف أن احنا عادي إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور مروان يونس الكاتب والمحلل السياسي شكرا جزيلا يا فندم لحضورك. نتمنى التوفيق لمصر والتغطية تستمر مع حضراتكم بعد قليل. الزميلة دعاء جاد الحق تستمر في التغطية باستقبال ضيف جديد وأيضا محاور أخرى مستمرين مع حضراتكم لحد آخر اليوم. يوم النهاردة بيتكلم على حصيلة 365 يوم. نلتقي بعد قليل. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم
أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.